فقدكن على إيدال كان أكبر غلط. صار اللي صار. بركي ماتت. لا تفتح جروحي، بكفي أليف أكلت لي راسي. مرة عاقلة حلوة وعاقلة كمان، كيف هلأ؟ مرت أخوك ضاجي شوي، ولادها صاروا عم بينقوا عليها، عشوي بتتركوا بتروح. لا تزعجوها، خليكن مناح معها لبين ما أطلع. وشو رح يصير لما بتطلع؟ لما بطلع بعرف كيف أقنعها. اعملوا اللي قلته ولا تتدخلوا بالباقي. امتى بنقدر نستجوب رجاء اغا؟ بلا ما تنطروا. يعني بتقديرك اسبوع عشرة ايام. ماشي، شكرا. جيت مشان اخذكم. ليش؟ رح ناخذ افادتكم بصفتكم مغدورين. ايه منروح. وانت يلا. تفضل. بابا بابا اطلع وصراحك اطمن. بابا شفت الكلاب شو عملوا بابوك؟ رح تاخذ بتاري مع هيك؟ رح تاخده مع هيك يا مراد؟ لو تعرف يا مراد قديش دعيت لربي قبل ما ياخد روحي. شوف وش ابني مراد. دعيت كتير. رح تاخد بتار أبوك؟ لا. أكرم أفندي. تفضل يا خانو. وين الجماعة؟ ما في هون غير سيد هاشم. سيد هاشم؟ تفضل يا خانو. وين بقية الأعضاء؟ لسه ما إجوا يا خانو. والسبب؟ في شي ما بعرفه ما هيك؟ شو رأيك تشربي قهوة يا خانو؟ أنت بالأول بق هالبحث اللي بتمك، بعدين بنشرب. والله حسب ما بعرف راحوا على المشفى يا خانو. على المشفى؟ رجاء آغا بده يطلع اليوم، شان هيك راحوا. والله البني آدم غريب. رجا تقوص وهن خايفين من غضبه، ما هيك؟ على الأغلب هيك يا خانم. منيح، هلأ وصلنا على قهوة لنشوف. إن شاء الله ما يكون الأذن كمان راح على المشفى يا خانم. شكرا لكم والله يخليكم، ما تركتوني لحالي. اذا في ناس مبسوطين لحالتي قولوا لهم لا كتير يفرحوا. رجاء اغا ما بتقدروا له، راح اعمل منهم عبره لمن يعتبر. امشي على الكاش. شوي
شو بدنا نعمل؟ عن شو قصدك؟ طالع أخوك بسبب هالمرة اللعينة. هذا الملازم أول والرقيب أول الزفت مثل الضباع، بس شموا الريحة ما عاد يحلو. إذا أنت ما بتتغابى ما بصير شي. شوف حالك، رح تعملها تحتك من الخوف. اسمعوني كلكم منيح، حقي أخو لك كمال، بكرة بعد بكرة بيطلع ودمي أنا ما لازم يضل بالأرض. فهمتوا؟ عملكم فهمتوا؟ فهمنا يا آغا. أنت أمور وابني فهمان يا ترى؟ ابني ابني من صلبي من لحمي ودمي، فهمني كمان. أنا سمعتك بابا. ما بكفي تسمع، بدي منك وعد. طلع جوات عيوني وعدني وعد شرف، قول ما بتترك دمك بالأرض، قول حتى يرتاح قلبي. حسسني إنه في وراي ابن مثل الأسد. عم تفهم؟ فهمتني مراد؟ لا بابا ما فهمت، وما رح أفهم هيك شي بعمري. خليك واقف محلك، طلع فيني، اوعك تضير ظهرك مرة تانية. قال عامل صداقة مع كمال، مع عدوي، اللي انه هذا الحكي كذب، انه افتراء. هذا مو افتراء مزبوط. كنت بتمنى انه ابني بدل ما تروح تتشفع له الاسطنبولية يروح على الحبس ويعفن فيه. نحن من زمان عفنا، كلنا سوا عفنا من زمان. صديق عدوي هو عدوي، عدوي حتى لو كان ابني. يا اما بتكون معي يا اما ضدي. ماشي بابا. قربتي